الصائب العاجز من سكان مدينة رام الله. موهبتي هي التصوير الفوتوغرافي، ودرست تجارة في جامعة بير زيت. بديت التصوير من الطفولة، كان عن طريق اني استخدم الكاميرا هاي الصغيرة او الكاميرا الفيلم، وكمان التليفونات. كنت في المدرسة، في الرحل، في كل الامور، كل ما نطلع اصور، لحد ما وصلت تقريبا بصف 11 في المدرسة. كان اجت معلمة اجنبية وكانت تخلينا نستخدم كانت معها كاميرا بروفيشنال، فكانت تخلينا نستخدم الكاميرا ونصور فيها، وصرت أقول لها ممكن أستخدم كاميرتك، أعرفها على رام الله، وهي تعلمني التصوير. فهي كانت أول مرحلة أنه أبدأ أستخدم كاميرا بروفيشنال وأفرجي صوري بدقة وكواليتي منيح. كان صرت حابب انه اشتري كاميرا الي واتعلم عليها. انا شريت كاميرا وصرت انزل اصور فيها في الفعاليات اللي بتصير في البلد، كل الامور، اي اشي بيصير، فعالية، مغني، ما مغني، كل اشي انزل اصوره. وقتها تعرفت على عرين واكتر من مصور، فكنت خليهم يعلموني. انا تعلمت عن طريق اليوتيوب وعن طريق الاحتكاك معهم. كان من ضمنهم عرين، إنه هي اللي خلتني كيف أتعامل في الموقف هذا، خبرة عملية أكثر. كنت على اليوتيوب أشوف كيف التصوير والتكنيك تبع التصوير، بس مع المصورين والصحفيين أعرف كيف أتعامل في أجواء الاحتفال أو أجواء التصوير، كيف يكون الإشي عملي أكثر. بلشت علاقتي بأمين الصورة اللي جمعتنا، الكاميرا اللي جمعتنا، الأحداث اللي جمعتنا، كل إشي بيصير في البلد كنا متواجدين فيه أنا وأمين. لما أنت بتتعود تشوفي الإبداع من وراء عدسة، إحنا دائما موجودين وراء الكاميرا والناس بتشوف صورنا، بتشوف أعمالنا عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الفيسبوك. هذا كان عامل مشترك بيني وبين أمين، إنه إحنا كنا موجودين في كل مكان، والعامل المشترك اللي منعكس عليه أعمالنا واللي منعكس عليه صورنا ومنعكس عليه كل إشي صار معنا بخلال هذا اليوم هو السوشيال ميديا.
هلا الاهل كان لهم موقف كبير في الدعم عن طريق انه ساعدوني خلال اول كاميرا شريتها في المبلغ. الاصدقاء كنت كل اشي اشوفه على النت على الفيسبوك اي مكان اروح اتعلم عليهم، اول اشي اروح اجرب فيهم كان. فهدول كان زي ما تقولي برضو اعطوني دفعة، يقولوا لي حلو، يقولوا لي الاغلاط، يقولوا لي ايش حلو ايش مش حلو. فالاصدقاء والاهل كان لهم دور كبير في مساعدتي. الصورة بشكل عام بحبها تكون طبيعية أكتر، طبيعية، العفوية في الصور، العفوية في الاحتفالات، في هاي الأمور بحب كل إشي أخده عفوي من الجمهور، من الفنان، من الاحتفال كله. فما بحب الصور المصطنعة بشكل عام. كمان بحب أخد الصور الواسعة اللي هي الوايد شوت، فهذه الأمور كتير أنا بحبها. وبحب كمان الصورة تكون فيها إضاءة أكتر لانه بحس بتدخل الفرح للجمهور، الواحد اللي بيشوف الصوره بحسها بتعطي فرح اكثر. فهذه الامور كثير بحبها، بحب اركز عليها في تصويري. وكمان من الاشياء اللي انا بستخدمها هي عدسه الفيش اي، هي عدسه بتيجي مقعره فبتبين الصوره مش زي ما بتشوفيها في العين المجرده، بتبين بميلان. فهذه العدسه كثير انعرفت فيها خصوصا في مدينه رام الله. كنت أستخدمها في المهرجانات، في الصور الطبيعية، في صور دوار المنارة، كل الأشياء المعالم والاحتفالات كنت أستخدمها، وكثير صور انشهرت من وراء هي العدسة. أنا بصراحة كمصورة موجودة بالبلد من 8 سنين، كتير بحب تصوير أمين، كتير بحب عين أمين، وبحترم ذوقه في الأديتينج تبع الصور، بحترم ذوقه بالتعامل مع الناس، شخصيته، روحه، عينه، رؤيته. هذه الشغلات اللي خلتني أني أحب أشوف أمين موجود في كل مكان، وأحب أنه يكون هو شخص مصور عين قريبة من الأكاديمية وقريبة أصلاً من عرين. We'll be right back.
أكتر نوع من التصوير بحب أصوره هو تصوير الأشخاص والفعاليات. ليش؟ لأني بحب أبين الناس، أفرج الحياة كيف موجودة. الطبيعة بحب أصورها، ولكن الأشخاص أكتر والاحتفالات أكتر، لأني بحب أبين المنظر الحلو للمدينة. أهلين مرحب، أهلاً وسهلاً. أنا أمين صائب، مصور من رام الله، فجيت هان وحابب أتعرف أكثر على المكان، فعرفنا أكثر وعن اسمك وعن المنطقة. عصمة مأمون سمارة إبراهيم، سكان دير بزية، متواجد على هذا العين قديماً حديثاً. اسم العين هذه عين بوبية، طبعاً قدمها بقدم الزمن، في عليها بركة، في عليها مزروعات، يعني عليها ناس بتروح بتيجي. طبعا متواجد على العين بشكل استمراري. شاركت في مسابقتين، مسابقة ب 2013 كانت من البدايات تاعتي، كانت في 2013 من مؤسسة جوتا، حصلت على المركز الثالث فيها، وكان ضمن مصورين وصحفيين معروفين، فحصولي على المركز الثالث اعطاني دفعة كتير قوية في البداية. وكمان جائزة ب 2016 من مؤسسة التعاون، برضو هذه الجائزة كانت على مستوى فلسطين وأعطتني كتير دفعة منيحة. واحد بيبدأ من الصفر بتواجهه كتير مشاكل، خصوصا عدم الثقة من الناس، انه بتكون لسه صغير، الناس مش عارفين مين انت، وين بدك تبدي الصور، ايش بدك تعمل فيهم. ففي البداية في كتير صعوبات الكل بيواجهها، بس عن طريق معاملتك مع الناس، بيشوفوا صورك، بيشوفوا وين بتنزل، فبصير في زي ما تقول الثقة بينك وبين الناس. فهذا الاشي اللي خلاني اطلع، يعني هذه اتخطى هي المرحله في البدايات.
الرسالة اللي بوجهها لأمين، خليك زي ما أنت، لأنه هو مبدع، هو رؤيته جميلة، هو شخصيته حلوة، وعم بتعامل مع الناس بطريقة كتير مهنية وبطريقة كتير حلوة. أنا بحب أمين من ناحية مصور، من ناحية إنسان، ومن ناحية شخص هاوي موهوب عنده طموح، بلش من الصفر وعم بيشتغل على حاله وعم بتطور، والناس عم بتحب صوره، وعم بيكون يعني كان بمرحلة، وكل مرحلة عن مرحلة عم بتطور فيها بعمر صغير. هذا الاشي اللي احنا بدنا نوصله للبلد، انه الشباب بيقدروا يعملوا بصمتهم بالتصوير، والشباب بيقدروا يوصلوا للي بدهم اياه، وممكن احنا نكون موجودين. وفي كتير ناس مصورين كانت قبلنا من 16 ومن 18 ومن 20 سنة، احنا بنتعلم من هدول الناس، بس بنكمل مسيرتهم برؤيتنا الخاصة، روحنا الخاصة، بتفكيرنا، بالزاوية اللي احنا ممكن نحبها، وبشخصيتنا اللي هي بتعطي اللمسة على الصور. أمين شخصيته مميزة، وذوقه في اتخاذ الزوايا للصورة حلوة كمان مميزة. أنا من الناس اللي معجبة بتصويره ومعجبة بشخصيته، وبحب إني أنعف معاه كل البلد. كل بداية بتكون صعبة، زي ما حكيت، إن الناس، الجمهور، أصحاب العمل اللي بدهم يجيبوكوا بالأول بيكونوا يعني خايفين، ما بدهم، مش مركنين على الشخص لحد ما يثبت حاله وقدراته. كيف تثبت حالك؟ عن طريق إنه تتطوع، تعمل زي سي في إلك من الصور أو من أي عمل أنت بتقدر تعمله، عشان توصل للمرحلة اللي هم يثقوا فيك ويجيبوك. اللي بحب أوجهه للشباب من خلال تجربة أمين، إنه أمين هاوي وحدد هدفه، وأي شخص بغض النظر شو عمره، العمر عمره ما بيكون مقياس، أي شخص وأي شاب أو صبية بتحدد هدفها وبيكون عندها طموح عالي وبتكون محددة هي إيش طبيعة التصوير أو طبيعة المهنة اللي بدها تتوجه لها وبدها تكمل مسيرتها وحياتها فيها، رح توصل ورح تكسر المستحيل، والناس رح تكون معها وتدعمها، وما في حدا رح يوقف بطريقك إذا أنت مآمنة بحالك. وكل ما أنت بتآمني في حالك، الناس رح تآمن فيك وتحترمك وتدعمك، ورح يكون كل يوم عندك إشي جديد، لأنه أنت صاحبة شغف، وأمين صاحب شغف، والشباب والصبايا رح يقدروا يعملوا إشي كتير بفلسطين. والصورة هي من أقوى الرسائل اللي ممكن الواحد يوصل فيها إيش بيصير بفلسطين، فإحنا حاملين رسالتنا عن طريق الصورة. خليكم معنا وكونوا معنا، وإحنا بندعم كل حدا بيكون معنا. سوف نبقى هنا.
يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحيو النغم موطني 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 أبكي على قدس المواضع عيون مظلوم